والله جزاكم الله يسعد لي العمر في حافظك. اي والله ابو عبد العزيز اتحفنا يا حبيب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله ابو عبد شو اسمه؟ سالم المري، ابو عبد الله. ابو عبد الله صراحه خلاني الحين ما ادري وش اقول. علمك انا، قلت خليه قبلك على اساس تصبر. اقول هذا الموقف حصل لي تقريبا قبل يعني حول 20 سنه. حضرنا احد المناسبات وهو زواج لاحد الاخوه الفضلاء وهو صديق لنا. وهو يعني موقف عجيب، لكن الفضل كبير بعد الله جل وعلا في هالبلاد المباركة. الحمد لله. فحضرنا هذه المناسبة، يوم حضرنا هذه المناسبة بعد العشاء جاني أخو الزوج وقال لي أبو عبد العزيز لا تستعجل تروح، ترى أخوي مهبول. ها؟ أخوي مهبول. أيوة. قلت أخوك مهبول، حنا تونا متعشين وهذا فرح ليلة عمر كما يقولون، صح ولا لا؟ ليلة عمر ترى الزواج هذه فرحة. قال لا أخوي مهبول بس اركز لا تستعجلون. يوم طلعنا برا وفعلا زي ما قال، خذينا على فنجان شاهي. يوم خرجنا يوم شفنا الحريم كلهم برا طالعين. الغالب الحريم متى يخرجون؟ آخر الوقت. آخر الوقت آخر إلا الحريم كلهم خارجين. يوم جاني الزوج يركض، عاد هو رفيد زلي، جاني يركض قال الليلة بتصير شيء ما قد صار. شف اللي حط له سكين هنا. ها قلت تعوذ من الشيطان، تعوذ من الشيطان. انا ما ادري هو فيلم هندي، هو فيلم مصري، هي مسرحيه، انا ما ادري لحد الان ما اتصور الوضع اللي قدام. يعني كانك قدام فيلم شاشه. ابدا كاني قدام فيلم. ايوه. ثم من يوم جاني اخوه قال ما قلت لك ركد اخوي، ركده الرجال. قلت خير ان شاء الله. هو انسان ارمغك انت في مكانك. لا لا لا، هو رفيق ولا هو رايح يرمغ، لكن سبحان الله العظيم قلت له اركض يا شيخ، تعوذ من الشيطان. قال بتشوف شيء ما قد صار الليله. قلت لا يا ابن الحلال بس اذكر الله اذكر. جاني خال الزوجه وكان رجل عاقل جدا جدا، سبحان الله في المواقف تتبين الرجوله وتتبين العقل. قال شف رفيقك انت شكلك، ما اعرف طبعا خال الزوجه ولا، قال هذا رفيقك اشوفه فيه. قلت ايه. قال صديقا، يبدو انك صديقا حميم. قلت ايه والله صديق وزميل وفي العمل وحنا وياه. قال اجل رفيقكم مو بصاحي، مهبول. طبعا يقصد انه مو بصاحي، مو بانها قصده انها ان تصرفاتها ولا مو لا هو بشربان ولا شيء، عاقل بس انه مسكين. قلت طيب. قال حنا بناخذ البنت. قلت كيف تاخذ البنت؟ قالوا بناخذ امها والحقنا للبيت. قلت والزواج؟ قال الزواج ما في زواج. أوفو. انا ما ادري عن شيء. أوفو. ما ادري عن شيء. اثر النساء يوم خرجوا قامت الام وقفت على المنصه وقالت اللي جايه من ظهر رجال ما تبقى في هذا الزواج. زعلان. اللي تبقى اللي جايه من ظهر رجال ما تبقى في، طلعوا كل الحريم. تطلع بالريح. طبعا ليش جايه من ظهر رجال؟ وش يطلع ظهر؟ تقصد انها اللي جاي اللي حرمه وجايبها رجال لا تبقى في هذا الزواج، طرده هي. يعني تبي طرده لهم. الله الله. إيه طرده، تطرد هذه الام. طبعا ما ندري وش القصه، وش القصه؟ صار بين الزوج وام الزوجه والزوجه انهم متفقين على اساس طقاقه، وقال الطقاقه خلوها علي. اثره هو ما يبغى، مو رايح يجيب طقاقه. قال بعدين في اخر اللحظات قال شوفوا لكم بس مسجل، حطوه مسجل. هذا قبل 20 سنه. قال حطوا مسجل. فالام ما تصرفت بتصرف هذا، قالت اوريه بيعاندنا انا نعانده. طلعوا من الزواج. ركبت انا ويا هالجودي. يوم ركبت قلت انا بسالك سؤال، انا والله ما ادري ايش قصتك. انا ما ادري والله، انا ما ادري، انا في حلم في علم والله. اقول لك كذا والله ركبت معها. ركبت مع المعرس. ركب معي المعرس. ايه زين. الخال خذ الزوجه وخذ الام وانطلق بها البيت هذا. البيت بيتهم. بيت الزوجه، ما راحوا اي مكان. انا في الطريق قلت له يا الحبيب انا بسولف معك، انت وش قصتك؟ ترى الانسان في ليله زواجه يوسع صدره في امور كثيره ويتغاضى. تحمل لا ما ادري ايش انا ما يسوون لا 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 يزبد. قلت شوف يا الحبيب، انت تبين ننهي الموضوع؟ قال لي. قلت الفقها ولا تتكلم كلمه. ها تراني ودي والله اجيب ابره الان وخيط واسكر. يا اخي استحر وجهك عيب. المهم قدر. قال خلاص جزاك الله خير. قلت ولا تتكلم كلمه واحده انت، انا ما ادري وين عقلك. وانا في الطريق وانا
أنا أفكر أقول هو صاحي هو شو وين عايشين فيه زواج بكامل انتهى. المهم رحنا لبيت أهل الزوجة، يوم دخلنا عند بيت أهل الزوجة إلا خال سبحان الذي وهبه هذا العقل، خال لها خال البنت، الأبو رجال في شبابه يمكن فوق 60 65 66 جالس لكنه في شبابه لكنه ما يتكلم بكلمة، الله الله أعلم معطي كل شيء الخال. والخال فعلا جلسنا قال خال وش رأيك في هالحركة؟ قلت لا الحركة سيئة، هذا قليل أدب ما يستحي على وجهه كذا هو يسمع ما تقال ولا كلمة ولا كلمة كلمة واحدة ما تكلم. قال شفت كيف شفت كيف شوية مدخلت الأم اللي هي تزبد شفت كيف شفت. أنا ما أدري أنا في حلم في حلم. قلت يا خالة وسعي صدرس وسعي صدرس. قالت أي وسع صدر هذا مهبول هذا مهبول ما بصاحي زواج انتهى. قلت يا خالة أبشري امسحيها في وجهي هذا والله أنها الله يهدي والله أنه مو بعاقل لكن بشري بخير يا خالة وسعي صدرس. أنا ما أدري شو أقول أنا أنا ما أدري شو أقول متورط ما في لا في عالم آخر أنت. المهم دخلت الزوجة الأم يوم دخلت الأم جوا قام دخل الخال جلس وداولات سولف الخال شوية الظهر ثم جانا وجلس. قالت شفت كيف شفت شفت يتكلم معه شفت نكت على العالم شفت كيف كيف هذاك ما يتكلم. إيه زين إيش إيه. قلت والله إنه أخطأ خطأ كبير لكن خلنا نصلح ما الخطأ هذا نصلحه ما نصلحه بخطأ خلنا نصلحه شيء نعالج الموضوع نبي نعالجه وبشيء يوسع الصدر. قال يا أخي وش شوي شوي يوم دخلت البنية يا الله يوم دخلت البنية اللي شيء مؤثر. قالت يرضيك يرضيك زواجي وليلة فرحي إنه ما يفرحني. قلت لا والله يا بنيتي ما يرضيني لا والله لا والله والله إنه غلطة والله قليل أدب والله إنه ما يستحي على وجهه لكن امسحيها في وجهي وش امسح وجهي انا ما اتكلم من وين عالم اخر. وانت تقول هالكلام والسكين ما زالت هنا؟ ايه لا السكين ابشركم قلت اول شيء نزل إيه. السكين في السياره اي زين فهمت انت مهبول. قال ما انا ما قلت اقول انت هماك زين. رضيتني زين السكين مين فيها ايه شيء. نزل السكين الله الله يستر ايه ايه قلت قالت سم. المهم سبحان الله العظيم دخلت البنيه يوم دخلت دخل الخال الخال بس يتداول معهم يبغى ينهي الموضوع بس يبغى ينهي بعقل وبتعقل. سبحان الله دخل الخال يوم دخل الخال رجع ثاني قال وش رايك شفت. قلت والله يا ابن الحلال ما لي راي انت جزاك الله خير انت رجل عاقل ومدرك خلنا نخلص ونرتب لهم وناخذهم. قال وين تاخذهم؟ قلت خلنا ناخذهم وديهم لبيتهم هو مرتب البيت اقول له. قال خير ان شاء الله طيب خير ان شاء الله. دخل الخال مره ثانيه يوم دخل مرة ثانية رجع يوم جت الأم قالت وين بتوديهم وين بتوديهم. قلت يا خالة وسعي صدرس علي خل تكمل هالفرحة أركبهم الحين بالسيارة ووديهم لبيتهم ولعل الله جل وعلا يجمع الشمل لا تخربون الزواج هو خل الآن الفرح كما تقولون إنه أنت وهذا لكن خلهم هم يفرحون بعضهم. قالت خير إن شاء الله. دخلت جوا شوي دخل الخال مداولات على مستوى وأنا ما ألومهم أنا بس ناظر الأحداث. يوم شوي رجع الخال قال خير إن شاء الله خير إن شاء الله أنت جزاك الله خير مسوين خير. يوم جت الأم قالت اسمع تسمي يا خال ما توديهم لأي مكان تأخذهم على طول بيتهم. قلت أبشري أبشري عاقلة الأم بعد هاي إيه والله الخال رجل والأم بعدي فعلا إيه وله كلمة الخال عليهم. المهم ركبوا معي في السيارة يوم ركبوا من السيارة ولا البنت تشاهد تبكي تبكي خليتهم وراء قلت اركب وراء معها الله يصلح قلبك. ثم قعدت أسولف معهم وأنصحهم وأتكلم معهم قلت يا بنيتي ما تدري وش الله مقدر ولعل الله جل وعلا أراد خير ولعل رايد بكم خيرات وسعي صدر. المهم وصلتهم لبيتهم وصلتهم البيت سلمكم الله عاد صرت أتابعه أيه. الآن أم أبنائه ما شاء الله عنده ولد عنده بنت ومتزوجة الآن ما شاء الله. ويقول لي بعدين يقول أبو عبد العزيز أقول لك شيء قد سم. قال والله إني الآن أحب خالتي من العدلة كلهم. يا سلام لا خالته جيدة خالته جيدة يا رجال فأنا أقول سبحان الله من خلال هالموقف
لا بد للزوج أن في ليلة زواجه وزفافه أن يتغاضى عن أمور كثيرة. نعم أكيد ويفتح صفحة جديدة. سبحان الله العظيم، يعني بعض الناس يدقق في كل صغيرة وكبيرة، لا ترانا العفو، احنا كنا نقول الآيات العفو والصفح، ترانا فتح خير. بعض الناس يعني تصير مسألة بسيطة ثم يترتب عليها مفاسد أكبر. صحيح. وأبشركم ولله الحمد والمنة والفضل الآن أم أبناء. وعلى فكرة مثل الأحداث ذكي اللي طوفها، لأنها ستبقى ذكريات جميلة مستقبلا. صحيح. الحين لجت طارق قام تذكر يوم ضحكة تصير. صحيح. لذلك احنا نقول مثل ما قال أبو عبد العزيز، لا تركزون واجد يا جماعة الخير، مشي الأمور. يقول لا تقدر لم لا تمشي لا صار لا شيء يقول يوم تمشي مشها. نعم. ايه. والثاني يقول خليك سليم الفؤاد وعالي الهمة. يا سلام. لا تدقق ورا الناس وتحاسبها، خليك سليم الفؤاد وعالي الهمة. هذا الكلام. ماشي الأمور يا جماعة الخير، عسى الله فنش وفنش على طاري والعمر ما يدوم. طرى يوم طرى المهبول. ايه. أنت ذكرت سالفة. ايه. المهبول في ايه. في